بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح ابن فوزان الفوزان. أضواء من فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية في العقيدة للشيخ صالح ابن فوزان الفوزان حفظه الله. الدرس 134. الحمد لله المنعم المتفضل بجميع النعم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه، وبعد. قال الشيخ رحمه الله في بيان أن التنازع بين أهل السنة في مسمى الإيمان إنما هو نزاع لفظي، بخلاف النزاع بينهم وبين الخوارج وغيرهم من الفرق الضالة في ذلك. فيقول رحمه الله: ومما ينبغي أن يعرف أن أكثر التنازع بين أهل السنة في هذه المسألة هو نزاع لفظي، وإلا فالقائلون بأن الإيمان قول من الفقهاء كحماد ابن أبي سلمة، وهو أول من قال ذلك، ومن اتبعه من أهل الكوفة وغيرهم، متفقون مع جميع علماء السنة على أن أصحاب الذنوب داخلون تحت الذم والوعيد، وإن قالوا إن إيمانهم كامل كإيمان جبريل، فهم يقولون إن الإيمان بدون العمل المفروض ومع فعل المحرمات يكون صاحبه مستحقا للذم والعقاب كما تقوله الجماعة. ويقولون أيضا بأن من أهل الكبائر من يدخل النار كما تقوله الجماعة. والذين ينفون عن الفاسق اسم الإيمان من أهل السنة متفقون على أنه لا يخلد في النار، فليس بين فقهاء الملة نزاع في أصحاب الذنوب إذا كانوا مقرين باطنا وظاهرا بما جاء به الرسول وما تواتر عنه أنهم من أهل الوعيد وأنهم يدخلون النار. منهم من أخبر الله ورسوله بدخوله النار ولا يخلد منهم فيها أحد، ولا يكونون مرتدين مباح الدماء، ولكن الأقوال المنحرفة قول من يقول بتخليدهم في النار كالخوارج والمعتزلة، وقول غلاة المرجئة الذين يقولون ما نعلم أن أحدا منهم يدخل النار بل نقف في هذا كله. وحكي عن بعض غلاة المرجئة بالنفي العام، ويقال للخوارج الذي نفى عن السارق والزاني والشارب وغيرهم الإيمان هو لم يجعلهم مرتدين عن الإسلام، بل عاقب هذا بالجلد وهذا بالقطع، ولم يقتل أحدا إلا الزاني المحصن، ولم يقتله قتل المرتد، فإن المرتد يقتل بالسيف بعد الاستتابة، وهذا يرجم بالحجارة بلا استتابة. ودل ذلك على أنه وإن نفى عنهم الإيمان فليسوا عنده مرتدين عن الإسلام مع ظهور ذنوبهم، وليسوا كالمنافقين الذين كانوا يظهرون الإسلام ويبطنون الكفر، فأولئك لم يعاقبهم إلا على الذنب الظاهر. وبسبب الكلام في مسألة الإيمان تنازع الناس هل في اللغة أسماء شرعية نقلها الشارع عن مسماها في اللغة، أو أنها باقية في الشرع على ما كانت عليه في اللغة، لكن الشارع زاد في أحكامها لا في معنى الأسماء. وهكذا في اسم الصلاة والزكاة والصيام والحج، إنها باقية في كلام الشارع على معناها في اللغة لكن زاد في أحكامها. ومقصودهم أن الإيمان هو مجرد التصديق، وذلك يحصل في القلب واللسان. وذهبت طائفة ثالثة إلى أن الشارع تصرف فيها تصرف أهل العرف، فهي بالنسبة إلى اللغة مجاز، وبالنسبة إلى عرف الناس حقيقة، والتحقيق أن الشارع لم ينقلها ولم يغيرها، ولكن استعملها مقيدة لا مطلقة كما يستعمل نظائرها، كقوله تعالى: ولله على الناس حج البيت، فذكر حجا خاصا وهو حج البيت. وكذلك قوله تعالى: فمن حج البيت أو اعتمر، فلم يكن لفظ الحج متناولا لكل قصد، بل القصد مخصوص دل عليه اللفظ نفسه من غير تغيير اللغة. والشاعر إذ قال: وأشهد من عوف حؤولا كثيرة يحجون سب الزبرقان المزعفرة، كان متكلما باللغة، وقد قيد لفظه بحج سب الزبرقان المزعفرة. ومعلوم أن ذلك الحج
ومعلوم أن ذلك الحج المخصوص دلت عليه الإضافة، فكذلك الحج المخصوص الذي أمر الله به دلت عليه الإضافة والتعريف باللام. فإذا قيل الحج فرض عليك كانت لام العهد تبين أنه حج البيت. وكذلك الزكاة هي اسم لما تزكو به النفس، وزكاة النفس زيادة خيرها وذهاب شرها، والإحسان إلى الناس من أعظم ما تزكو به النفس، كما قال تعالى: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. وكذلك ترك الفواحش مما تزكو به النفس، قال تعالى: ولولا فضل الله عليكم ما زكى منكم من أحد أبدا. وأصل زكاتها بالتوحيد وإخلاص الدين لله، قال تعالى: وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة، وهي عند المفسرين التوحيد. قد بين النبي صلى الله عليه وسلم مقدار الواجب وسماها الزكاة المفروضة، فصار لفظ الزكاة إذا عرف باللام ينصرف إليها لأجل العهد. ومن الأسماء ما يكون أهل العرف نقلوه وينسبون ذلك إلى الشارع، مثل لفظ التيمم، فإن الله تعالى قال: فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. فلفظ التيمم استعمل في معناه المعروف في اللغة، فإنه أمر بتيمم الصعيد ثم أمر بمسح الوجوه والأيدي منه، فصار لفظ التيمم في عرف الفقهاء يدخل فيه هذا المسح، وليس هو لغة الشارع، بل الشارع فرق بين تيمم الصعيد وبين المسح الذي يكون بعده. ولفظ الإيمان أمر به مقيدا بالإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله، كذلك لفظ الإسلام بالاستسلام لله رب العالمين. وبهذا تنتهي هذه الحلقة، فإلى الحلقة القادمة بإذن الله، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.